جمعت جمعة مع عادل بارباع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير طيبين، ويوم جمعة يوم مبارك، يوم الأحبة ويوم صلة الأرحام، يوم سورة الكهف والدعاء المستجاب. هذا اليوم اللي بيسمعونا الجميع وأكيد في سياراتهم أو في بيوتهم، يوم تلتقي فيه القلوب وتنبض بإذن الله تعالى بالخير وبالمحبة. وطبعا هذه تحيات نوجهها لأسرتنا اللي دائما بيتابعونا في برنامجنا جمعة جمعة من مختلف مدن المملكة، وسعداء أنه إحنا نلتقي دائما على مائدة فيها الخير والبركة، وتكون إن شاء الله ساعة مليئة بالمواضيع والأطروحات اللي بتثرينا وتجعلنا بإذن الله نتزود من خلالها بأشياء تفيدنا وتسعدنا. أرحب فيكم أنا عادل برباع، وأيضا في هذه الحلقة بالذات حتكون ضيفة من نوع آخر ولها نكهتها الخاصة في برامجها وطروحاتها، ولها تواجد جميل جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أرحب بالأستاذة القديرة شيماء جيلاني، يا مرحبا فيكي. الله يسعدك أستاذ عادل، وطبعا أنا سعيدة أكون ضيفة عندكم في البرنامج جمعة جمعة، وأرحب بكل المستمعين عبر أثير إذاعتكم. الله يسلمك أستاذة شيماء. طبعا احنا اليوم بنتكلم عن موضوع يمكن قد يظن البعض أنه مهم، وهو مهم غير مهم أحيانا، ويقولوا يقلبوا المواضيع بالرغم أنها يمس حياتنا بشكل كبير. هو بالتأكيد مهم لأنه هي تمثل حياتنا، أوقات اللي بنقول ما عندنا وقت، ودائما ندندن على هذا الموضوع بالرغم أنه لدينا من الأوقات اللي نستطيع أن نثري فيها أنفسنا، ولو لقينا حلاقي نفسنا قاعد نضيعها ونقول كيف نهدره أو كيف نقتله. فبداية نبغى ننطلق من هذه النقطة معك. هي العبارة الصحيحة اللي ممكن ننطلق منها كيف نضيع وقتنا، يعني هذه العبارة اللي دائما نسمعها وتكون متداولة. نعم. بين الشباب والشابات أو حتى في عوائلنا بنسمعها، يلا خلونا نخرج نضيع وقت. أيوة. أو خلونا نجلس نضيع وقت، أو كيف ممكن نضيع وقتنا. هذه العبارة حقيقي يبغى لنا نعيد النظر فيها. أيوة. لأنه إحنا حقيقي ما نبغى نضيع وقتنا، لأنه عبارة نبغى نضيع وقت معناته أنت تبغى تضيع حياتك. نعم. لأنه الوقت هو عبارة عن حياة الإنسان بلا شك. نعم. فعبارة نبغى نضيع وقت هذه معناته أنه أنت جالس تهدر طاقتك، بتهدر قدراتك، بتهدر إمكانياتك بأشياء ما تعود عليك بأي فائدة. فنبغى نغير هذا المصطلح. نعم. كيف نقدر نستثمر وقتنا؟ هذا هو الصح. ليش وقت الفراغ مهم؟ وقت الفراغ مهم جدا في أنه الإنسان يقدر يعيد التوازن لنفسه، لأنه لو تخيلت حياة يعني الواحد يتخيل حياته كذا أنه طول وقته هو في شغل، طول وقته هو في عمل، طول وقته هو مرتبط بارتباطات تخص العمل. نعم. كيف حتكون حياته؟ حقيقة حتكون حياته جدا صعبة، حتكون عنده ضغوطات، حتلاقيه يعاني من ضغوطات نفسية، ضغوطات اجتماعية أسرية، ممكن هذه طبعا يعني تأثر على جسمه بأنه هو يكون عنده مثلا أرق، يكون عنده ضغط، ممكن يكون سريع الانفعال والغضب، ما يكون عنده تركيز، ممكن ينسى بسرعة. هو طبعا ما ينسى بسرعة، بس هو أصلا الإرهاق والتعب اللي بيتعرض فيه بأنه بيشتغل طول الوقت بيخليه يوصل لدي المرحلة. وفي المقابل برضو تخيل أنه واحد ما عنده أي شغل، طول وقته هو في وقت فراغ، ما عنده أي حاجة يسويها، حقيقي حيحس أنه هو ما عنده قيمة، حيحس أنه هو ما عنده أي هدف في حياته، حيحس أنه ما له معنى في حياته. لو جينا على صعيد الأسرة حنشوفها مثلا في المشاكل الأسرية، الزوج اللي مثلا عنده دوام يشتغل 8 ساعات ومثلا بيشتغل برضو أوفر تايم، حتلاقي زوجته طول الوقت وهي بتشتكي منه أنه أنت ما بتجلس معانا، أنت ما أنت داري عننا، إنه وهو بيقول أنا بحقق لكم مثلا المستوى المعيشي الأفضل. نعم. نفس الفكرة الزوجة اللي يكون عندها شغل برا البيت، وطبعا ترجع وتبي تحاول انها توازن بين وظيفتها وبين بيتها، فتلاقيها انه بتتعرض لضغوطات،
وتحتاج أوقات تقول أنا أحتاج أني أجلس وقت فراغ مع نفسي أو أجلس مع نفسي أو أنه يكون في وقت مخصص لي لنفسي. فعشان كده بنقول أنه وقت الفراغ جدا مهم في أنه الإنسان يشحن طاقته، في أنه الإنسان يعيد التوازن لنفسه ويكتشف ذاته، يكتشف قدراته، يكتشف المواهب اللي عنده بينميها ويطورها. جميل. يعني إحنا البداية تكون من إدراكنا ومعرفتنا لأهمية هذه الدقائق والثواني. أكيد. اللي يعني هي تعتبر حياتنا. يعني كما يقول أحمد شوقي، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فعلا هي هذه حياتنا. صحيح. فكل ما مضى شيء من هذه الثواني والدقائق بدون ما يكون فيها أي استغلال أو استفادة، إحنا بنضيع شيء من أعمارنا. وفعلا الواحد بيلاقي نفسه إنه بعد أسبوع، شهر، سنة، إيش سويت؟ مضت الحياة فعلا، هو ما سوى أي حاجة في حياته. وكمان يعني إضافة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بما معنى الحديث، أنه اثنان مغبون فيهما كثير من الناس، اللي هي الصحة والفراغ. والفراغ، نعم. هذه الاثنين كثير من الناس ما ينتبهوا لها إلا لما خلاص تمشي وتروح. طيب لو جينا شفنا إيش يعني وقت فراغ، هذا التعريف وقت الفراغ. وقت الفراغ هو الوقت اللي يعني تقدر تسوي فيه أي شيء خارج عن العمل. يعني لو جينا قلنا مثلا إيش وقت العمل، هو الوقت اللي أنت تشتغل فيه مهنة معينة أو حرفة معينة وتكسب من خلاله دخل. وقت الفراغ لا، هو الوقت اللي أنت ممكن تمارس فيه أي نشاط من نشاطاتك اللي أنت تحبها أو هواياتك، بس طبعا ما يكون فيها مردود مادي، لأنه لو كان فيها مردود مادي وفيها بيع وشراء وكذا، هذا ممكن يتحول لعمل يعني. لو أفضل تقسيم للوقت عشان الإنسان يقدر يوازن بين حياته العملية وحياته الأسرية والاجتماعية، لأنه زي ما تعرف أستاذ عادل، الإنسان عنده أدوار متعددة في الحياة. يعني الإنسان عنده دور الزوج مثلا، الزوج والزوجة، الأب والأم، الإبن، دوره كصديق، دوره كأخ، دوره كعم، دوره كخال، كقريب، كجار، كموظف، عنده أدوار كثيرة في حياته. فإذا ما قدر يوازن بينها طبعا حيكون في خلل عنده. فالإنسان هو عبارة عن أدوار ومكانات. صحيح. هو بيحتلها في المجتمع. فعشان كده لازم يكون في موازنة لجميع هذه الأدوار. وكيف نقدر نوازنها؟ طبعا من خلال استثمارنا لأوقات الفراغ. لو جينا شفنا التقسيم حق الوقت حقنا، احنا بنقول انه هو في وقت للعمل، وفي وقت لازم يكون في وقت للراحة، وفي وقت فراغ، وقت بنقضيه مثلا في أنشطة ترويحية. يعني حتى الأشياء الترويحية والأشياء الترفيهية يعتبر من قضاء الأوقات. لا يظن أن الواحد والله معنى أن استغلال الوقت لازم أعمل عمل معين، وظيفة معينة، ولا أقرأ. لا، حتى الأشياء الترفيهية أو ممارسة ما أحب من هوايات والأشياء هذه تعتبر من القضاء المفيد. أكيد تعتبر من الأشياء المفيدة، اللي أنا أهم حاجة أني أنا بستثمر فيها طاقتي، قدراتي، أنمي فيها ذاتي، ما أهدرها. لأنه حقيقي في يعني في فكرة سيئة لما نيجي نقول مثلا أضيع وقت، هذه معناها بالمعنى السلبي. لأنه الأنشطة الترويحية ممكن تكون أنشطة إيجابية وممكن تكون أنشطة سلبية. الأنشطة الإيجابية تعود عليك بالفائدة، يعني على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي. أما الأنشطة السلبية يكون فيها طبعا أذية للناس، يكون فيها مثلا تخويف أو ترويع، أو أنه يكون فيها ضرر للنفس يعني. فهذه هي أنه يا يعني أنها تكون إيجابية أو تكون سلبية. نعم. وعلى فكرة أنه لو ممكن تقيس تحضر أي دولة وتقدمها من خلال توفيرها للأنشطة الترويحية والأنشطة الترفيهية للشعب. وطبعا يبان وعي الشعب في مدى استثمار هذه الأنشطة بما يخدمهم، يعني يخدمهم نفسهم، ويعود عليه هذا ثمار، يعني ثماره تعود على المجتمع نفسه. يعني أنت بتقول كأنه في مؤشرات؟ أكيد، لأنه أنت لو إحنا فكرنا مثلا، إذا شعب مثلا فقير ما بيملك قوت يومه، أيوه، وتجي تتكلم عن الترفيه، ما رح يلتفت لهذا الأمر، لهذا بشكل الموضوع. ليه؟ لأنه أول شيء هم يبغوا معيشتهم، يلا نقولهم يلا نجيب على قول. أيوة، يعني حتلاقي أن رب الأسرة بيجلس وقت طويل خارج البيت عشان والله يجيب
أقوت يوم والأبنائه. نعم. فلما تيجي تقول له ترفيه ما راح يعني يفكر بالموضوع ده، هذا إذا نعم. لقى وقت فراغ لنفسه يعني. لكن إذا كان الشعب يعني خلاص الدوام واضح، المعيشة كويسة كده، هنا يبدأ الإنسان يلتفت في إنه هو يطور ذاته. وهذا طبعا اللي لاقيه في هرم ماسلو، أي. إنه حاجات تقدير الذات اللي طبعا تكون على الهرم، تحقيق الذات وتقدير الذات، هذه الأشياء الإنسان ما يحققها إلا طبعا إذا وفر كل حاجة، الأكل والشرب، المعيشة، الأمن والحب والحياة الاجتماعية الكويسة، بعدين يوصل لهذه المرحلة اللي يكون فيها تحقيق للذات وتقدير للذات. جميل. أذكر المستمعين الكرام بأرقام التواصل، بإمكانهم التواصل معنا هاتفيا على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. كذلك رسائلكم النصية بإمكانكم ترسلوا أي استفسار أو مداخلة مكتوبة على الأرقام التالية على STC 85-10-40، موبايلي 66-3-1، وأخيرا في زين 701-3-13. والراغبين بالاستماع إلينا عبر الأونلاين على www.alif-alif-fm.com alif-alif-fm.com. فاصل ثم نعود إليكم، خلوكم معنا. جمعة جمعة حياكم الله مستمعينا الكرام، عودة إليكم مرة أخرى. وفعلا هل إحنا عندنا الوقت الكافي إنه نمارس ما نحب أكثر وأكثر؟ في بعضهم يدخلوا ويتكلموا كذا بطريقة فيها نوع من الضحك والطقطقة زي ما بيقولوا، بيقول يعني إحنا بنشوف اللي بيطلع في الأفلام اللي صاحي من بدري ويروح يمارس الرياضة وبعدين يعني يستحمى ويأخذ الفطور ويستعد للعمل ويطلع مباشرة، يعني إحنا يدوب الواحد يفز من نومه وجري على طول على العمل، فين يلقى الوقت والكلام هذا كله؟ إحنا يلا يلا نلقى وقت لنفسنا. وطبعا رغم انه هذول يملكون 24 ساعة واحنا نملك 24 ساعة، صحيح. ويمكن الاعمال اللي بيأدوها بصراحة يعني بقول يمكن بيأدوها بشكل كامل متكامل، واحنا قد يكون عندنا شيء من هذا الضياع. فين المشكلة؟ على قولهم الطاسة ضايعة فين يعني بالضبط؟ هي المشكلة انه احنا كيف نفهم معنى هذا الوقت. يا سلام. ايوه، يعني هذا طبعا ينشأ من التنشئة الاجتماعية اللي تكون في البيت، إنه الطفل هنا بيتعلم كيف يستثمر وقت فراغه في نشاط يعود عليه بالفائدة. طبعا هذا يكون بناء على توجيه من الأم، توجيه من الأب، وبرضه يكون في المدرسة، لأنه المدرسة كمان داخلة في عملية التنشئة الاجتماعية. فلما الطفل ينشأ وهو بيشوف إنه والله الأم تتفنن في تضيع الوقت، والأب يتفنن في تضيع الوقت، والمدرسة ما بتعطي للوقت أي أهمية وما بتفهمهم يعني أهمية الوقت، فكيف تبغى الشاب بيطلع يعني حتى في الجامعات مثلا، مع أنه يكون في أنشطة، يعني يكون في أنشطة في المدرسة، يكون في أنشطة في الجامعة، لكن ما تفعل أو ما بتصل للشريحة المستهدفة بشكل صحيح. دور الأم والأب ترى دور جدا مهم، لأنه الشيء اللي بيتعلم الطفل هو صغير هو الأغلب اللي بيستمر معه هو يعني في مرحلة الشباب وفي مرحلة لما يكبر في عمره. أيوه. فعشان كده إحنا بنركز دائما بنقول إنه الأم والأب هم قدوة لأبنائهم. فهم بيشوفوكم أنتوا إيش بتسووا، يعني حتى لو اديتوا نصائح بدون إنكم أنتوا ما تعملوها ما راح ياخدوا منكم غير اللي بيشوفوا منكم أنتوا إيش بتسووا بالضبط. أي. طيب لو جينا قلنا، أنا لفتني حقيقي مفهوم وقت الفراغ في المجتمعات المتحضرة. بيقول إنه ليس هو مجموع الدقائق والساعات والأيام عند الفرد والتي يمكن أن يمضيها كما يشاء، إنما هي الوقت المهم الذي ينبغي تخطيطه وبرمجته واستثماره بطريقة تساعد في تنمية ذاتية الفرد وتطوير قدراته الفكرية والجسمية والإبداعية. فإحنا من خلال هذا التعريف نعرف إنه مدى وعي الفرد بأنه هو يستثمر هذا الوقت
مو عشان والله هو يمضي زي ما يبغى، لا، لأنه إذا أنت استثمرته في نفسك أنت هذه الفائدة اللي استثمرتها رح تعود على أسرتك، وبالتالي رح تعود على مجتمعك. نعم. فأنت كده بتساهم في تطوير مجتمعك، لأنه أنت طبعا فرد من أفراد المجتمع. يعني هذا جواب على اللي كنت بقول عليه، أنه يعني ممكن المجتمعات المتقدمة أو اللي بنشوفهم فعلا بيستغلوا وبينظموا هذا الوقت اللي بنشوفه، لأنه هم شايفين أنه شايفين أنه من مهامي أنا كمواطن صالح أني أنا أستثمر وقتي بالشيء اللي يعود كفائدة لي أنا. طبعا تختلف الاهتمامات، يعني في أنشطة مثلا خاصة بالشباب، خاصة بالأطفال، خاصة بالنساء، خاصة بكبار السن، ودائما الدول بتهتم بالأنشطة الخاصة بالشباب. نعم. ليش؟ لأن هم بيشوفوهم أنهم، لأنه أول شيء بيمثلوا الشريحة الأكبر من المجتمع، ثاني حاجة أن هم شايفين أن هم المستقبل. نعم. وعندهم قدرات وعندهم إمكانيات وطاقات لازم تستثمر بالشكل الصحيح وبشكل إيجابي، ولا هذه القدرات والإمكانيات ممكن تقلب يعني. نعم. بمشاكل عند الشباب. نعم. وبيتناسوا حقيقي كبار السن وبتناسوا المتقاعدين، هذول أيه. الشريحة اللي دائما يكونوا إيش مهمة لو ما بياخدوا حقهم صراحة في أي حاجة. خلينا نجي نتكلم برضو عن هيئة الترفيه. يعني وجود هيئة الترفيه صراحة الآن شيء جدا مهم، في أنه الفرد يعرف يكون عنده خيارات متعددة. يعني في أشياء خاصة بالأطفال مثلا مسرحيات، في أشياء خاصة بالشباب نشاطات رياضية وترفيهية حقيقة، على البحر كمان بتكون يعني موجودة. أيوه. في نوادي الأدبية تفعلت صراحة، فهذه كلها تمثل خيارات لفئات المجتمع في أنهم هم يمضوا أوقات الفراغ بشكل يعود عليهم بالفائدة والمتعة كمان. طيب لو جينا شفنا أنشطة الفراغ، طبعا لها شروط على فكرة أستاذ عادل. نعم. مو أنه بس أي نشاط خلاص يعتبر نشاط ترويحي أو نشاط في وقت الفراغ. جميل. لازم يكون بناء ويكون ما يكون هدام، لأنه في أنشطة ممكن تكون صحيح تبني الفرد وبتساهم في تنمية المجتمع، زي مثلا الفرق التطوعية. الانضمام لها صراحة شيء مرة حلو، وكثير إحنا بنشوف قديش بيساهموا حقيقي في إنهم بيعطوا خدمات مساندة وتطوير. تاني حاجة يكون اختياري ما يكون إجباري، وهذا لازم ننتبه له لما نجي مثلا نعطي الأطفال أنا مثلا أنشطة ترفيهية، لازم ننتبه إنه هذه الأنشطة لازم تكون بناء على رغبتهم هم إيش يبغوا. أيوة. وهذه دورنا كأسرة. مثلا أنا كأم شفت إنه والله ولدي عنده موهبة في الرسم، أو موهبة مثلا أو بنتي مثلا عندها موهبة خياطة أو موهبة تصميم، فأنا هنا أبدأ أشجعها وأبدأ أخليها تستثمر وقت فراغها. أنا ما أحب كلمة نستغل، أحب كلمة نستثمر وقت الفراغ بإني أنا أطور هذه الموهبة. نعم. وخليها تبدع فيها وتنميها، وهذا الجانب التنموي في الاستثمار. نعم. عندنا كمان المفترض أنه هو يعني يدخل السرور للنفس، يعني أوقات كثير مثلا الأسرة بيطلعوا مكان معين تلاقي الأطفال ما يبغوا يروحوا، فإنه لا إحنا عند يعني مثلا نبغى نستثمر هذا الوقت في إنه مثلا نزور الأهل وكذا، والأولاد هم أصلا مو عاجبهم، فطبعا هذا ما يعتبر نشاط ترويحي بالنسبة لهم. أي. نشاط ترويحي للأم والأب، لكن بالنسبة للأطفال يمكن ما يكون لهم. فهذه الأشياء لازم تكون قدامنا في النشاط الترويحي، إنه يكون بناء، يكون اختياري بناء على رغبة الشخص، وإنه يدخل له الفرح والسرور. كمان مثلا لما أنا أدخل ولدي في أنه يتعلم لغة معينة هو مش حاب أنه يتعلم هذه اللغة. أيوة. فيكون إجباري هنا، فما يعتبر بالنسبة لي شيء ترفيهي. ولو جينا تكلمنا على الأنشطة برضو الترفيهية ممكن نلاقي أو الترويحية ممكن نلاقي أنه هي ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية، ممكن تكون كأنواع. يعني في أنشطة ثقافية طبعاً، وهذه اللي يهتموا فيها المثقفين والقراء اللي يحبوا يقرأوا واللي بيحبوا يكونوا متوسعين في مجال معين. وفي أنشطة علمية، في رياضية، فنية، في طبعاً وسائل التواصل الاجتماعي، في الألعاب الإلكترونية، في عندنا كمان السياحة، في زيارة الأقارب والأهل. هذه كلها أنشطة لها إيجابياتها وليها سلبياتها، وكل فئة طبعا بتهتم بالشيء اللي
اللي بتميل له أو بتحبه نعم أكثر. يعني أتذكر في واحدة من صديقاتي كانت كنا بنتكلم عن القراءة وعن الثقافة وكذا. نعم. فكانت تقولي صراحة أنا أحس هدول الناس ما يستمتعوا. اللي بيقرأوا. ما يعني عندهم متعة. أيوة تقول فين المتعة حقتهم؟ هي من وجهة نظرها. من وجهة نظرها. نعم. فهي بتختلف يعني تلاقي الواحد شخص مثلاً يحب يحضر النوادي الأدبية مثلاً. صحيح. متعته هنا. متعته هنا. نعم. وفي واحد لا يحب مثلاً يمارس رياضة معينة مثلاً الغوص. فمتعته هنا. تلاقي الشخص الثاني بيستغرب إنه كيف هو. بعضهم يمكن يحب يربي حمام مثلاً يقول متعته مع الحمام يقول كيف يعني هذا. أيوة تربية حيوانات مثلاً. ضيع وقت بعضهم يظن ضيع وقت كل واحد له شيء يميل له يعني. أيوة. نعم. فهي كانت تقول لي بالعكس هي بتضيع وقتها ما بتستمتع بحياتها. فأنا كنت أقول لها لا هي شايفة متعتها هنا. هي شايفة إنه سعادتها في إنه هي تجلس مثلاً مع كتاب تقرأه أو في برنامج علمي يوسع لها يعني مداركها وكذا وتعرف. نعم. أو تتوسع يعني في خبراتها واطلاعها. فكل واحد يختار الشيء اللي يناسبه والشيء اللي يعطي له فعلاً يعني إضافة ويحس إنه فعلاً هو اللي بينمي قدراته ومواهبه. ونقدر طبعا نقول انه الكل منهم ايجابيه وسلبيه. يعني انا لما اجي مثلا في ناس حقيقي يكونوا مدمنين يعني لما يجلس يقرا 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 ويهمل مثلا وقت العيله اسرته عمله هو يكون منغمس في ذا الشيء. طبعا هذا يكون مردوده سيء. نعم. عندنا برضو مواقع التواصل الاجتماعي لما الواحد يجلس يكون عنده وقت فراغ ويضيع وقت الفراغ في هذه المواقع بحيث انه ما في فائده مردوده لي يعني بالعكس ممكن تكون يعني أشياء سلبية في إنه هو مثلا أهمل في أولاده أو أهمل في بيته. هنا لا يصير العكس. برضو الألعاب الإلكترونية ممكن تكون يعني لها فائدة وممكن لا إنه الوقت يضيع في إنه هو جالس على الألعاب الإلكترونية وبيهمل أسرته. إذا كان مثلا طفل بيهمل واجباته ما بيأديها مذاكرته ما بينتبه لها. فكل شيء لي إيجابية ولي سلبية بس أنت كيف تقدر تستخدمه بالشكل الصحيح. نعم. وقدام زي ما ذكرت يعني هو استثمار بالشكل السليم والصحيح. وأنا يعني يمكن لعلنا لما نتكلم عن الفراغ أحس أنه نتكلم عن تحدي. تحدي في مسألة كيف أنا أستغل كل دقيقة وكل ثانية. ويمكن كمان في نفس الوقت أنا لا أكبر الموضوع أكبر من حده وحجمه بحيث أني أقول يا الله يعني لهالدرجة تبغاني يعني على كل لا يعني يمكن حتى موضوع الراحة هو من استغلال الوقت إذا كان والله أنا مرتبه ومنظمه لأجل أني فعلا أبغى أستغل فيما بعد وأخليه استمداد لطاقة لشيء معين. صحيح. إنما راح على طول كذا برضو هذا ضياع. أكيد يعني في ناس مثلا وقت الفراغ حقهم بيقضوه في النوم بيقضوه في الصمت ساكتين. نعم. ما بيسووا أي حاجة. ما صدقت يقول إني أنا أخلص كذا أبغى أنام وبريح. طيب حلو. أيوة يعني خد وقتك. نعم أيوة. خد لكن وقتك. لما يصير وقت الراحة كمان طاغي على وقت الفراغ اللي أنت المفترض تشغل فيه نفسك في أشياء تفيدك وتفيد المجتمع هنا لا وقف وراجع نفسك لأنه أنت هنا بدأت تأذي نفسك وبدأت تهدر قدراتك يعني وفكرك بلا شك وبتهدر نفس الطاقات اللي عندك اللي ربنا أعطاك هي والمفترض إنه أنت تستثمرها. ترى الكلام اللي احنا بنقوله ما راح يفهموه الا الناس اللي يعرفوا قيمه الوقت. يعني في اوقات بيقول احنا بنقول انه الوقت هو الحياه وفي ناس بيقولوا انه الوقت هو المال. هذول اللي شغالين في البزنس يعني. نعم. فالوقت هذا ترى جدا مهم وكيف انك انت تستثمره بشيء يعود عليك بالنفع هذه كمان حاجه مهمه وبتدل على مدى وعي الشخص. خليني اقول لك يا استاذ عادل تخيل طفل هو صغير وأمه وأبوه دائما بيخل يعني بينمو قدراته بينمو مواهبه شغلين وقت فراغه في الأشياء اللي هو يحبها. نعم. وفي الأشياء اللي هو يبغاها تمام عن شخص أصلا ما بيسوي ولا شيء. فتخيل لما يوصلوا مثلا 20 سنة هل قدرات وطاقات وفكر هذا الشخص الأول اللي الأهل نموله هي نفس قدرات وإمكانيات الشخص الثاني اللي ما سوى لحاجة؟ بلا شك في اختلاف كبير. في اختلاف مرة كبير. جدا جدا. أيوة. حنكمل في فصل جميل إنك تطرق لهذا الموضوع لكن فاصل ثم نعود إليكم مستمعينا ابقوا معنا. جمعة جمعة. عودة لكم مستمعينا الكرام حياكم الله مرة أخرى وما زال موضوعنا
هل فعلا احنا بنستثمر اوقات فراغنا ولا العملية والله زي ما تيجي تيجي، وإذا لقينا حاجة نعملها حنعملها، وإذا ما لقينا الحمد لله رب العالمين من هذا القبيل. في طبعا مقطع كمان للمستشار ريما بجابر مدربة، وهي مستشار المجال الأسري تطوير الذات، ويمكن قاربت في موضوعك في المجتمعات المتقدمة لكيف نظرتهم لاستغلال وقت الفراغ. يقول لا يعتبر فقط وقتنا للترويح، يعني لا يعتبر الوقت عندهم فقط للترويح والاستجمام واستعادة القوى، لكنه أيضا بالإضافة إلى ذلك يعتبر فترة من الوقت يمكن في غضونها تطوير وتنمية الشخصية وكسب السعادة والراحة النفسية. فهم يعني فعلا يعني الراحة النفسية مهمة جدا، لكن مو الراحة النفسية معنا الراحة الجسدية. حين الواحد يمكن راحته الجسدية معنى أنه يريد أن يهرب من كثير من الهموم أو يهرب من كثير من الأتعاب. ولعله الراحة النفسية حين في استغلال في بعض الأشياء بتعود عليه بالراحة أكثر منه كان. صحيح، ممكن يكون الواحد تعبان جسديا لكن نفسيا يكون مرتاح. صحيح، وفي ناس لا يكونوا مرتاحين جسديا لكن نفسيا يكونوا تعبانين. مكملين الجزئية اللي كنت تذكريها اللي هو أنه استغلال الأسرة لأبنائهم أو أطفالهم في أوقات فراغهم في أشياء مفيدة غير اللي ما بيستغلوا طبعاً ما بيستغلوا، فيصير عندنا يعني أعمار عقلية وفكرية يعني مختلفة. أيوة. فتلاقي الطفل اللي طلع من أسرة استغلت الفراغ معه ما أقول بنيته الجسدية بل أقول بنيته العقلية بنيته. أيوة أكيد حتلاقي عمره العقلي سابق عمره الزمني فعلا، وهذا أيوة. دليل على أنه الأسرة تعاملت معه واستغلت يعني في أوقات مختلفة معه أشياء كثيرة وفجرت الطاقة الموجودة عنده الكامنة وأضافت له أشياء. أكيد هذا طبعا من أهم أدوار الأسرة. يا سلام. أنه كيف يقدروا أول حاجة أنهم يخلوا يربوا الطفل وينشئوا تنشئة اجتماعية. نعم. تكون بناء على تقاليد وعادات المجتمع، في نفس الوقت ينشئوا تنشئة تخدم المجتمع لأنه هو كيف يصير عضو فعال في المجتمع. صحيح. بناء على أنهم يزرعوا ويوعوا بالأفكار الإيجابية اللي تخليه يقدر فعلا يستثمر قدراته وإمكانياته بشيء يعود عليه بشكل إيجابي. وحقيقي أنا مبسوطة كثير أنه نشوف كثير من الشباب مثلا بينشئوا فرق تطوعية بغض النظر عن الإيجابية والسلبيات، بس الفكرة أني أنا أنشئ مثلا فريق تطوعي وأنضم لي بحيث أنه يكون لي بصمة ووقتي وجهدي ما بيضيع كده هباء منثورة، بالعكس أنا أستثمر في حاجة تفيد المجتمع وتفيدني وتكسبني خبرة، هذا شيء جدا مهم وشيء جدا رائع. يعني لو جينا كمان على العمر عمر الصحي، حلاقي مثلا انه في اشخاص لما يجي يكشفوا عليهم مثلا يمارسوا التدخين بشكل مره كبير بيقولوا له مثلا انت عندك رئة 1 في 60. ايوه حقيقي. صحيح. وهو يكون مثلا شاب في 20 او شاب في 30 زي كذا. العمر الاجتماعي تلاقي الناس اللي بينخرطوا في اعمال تنمي قدراتهم وإبداعاتهم أعمارهم الاجتماعية ممكن تكون أعلى من العمر الزمني حقهم. يعني ممكن تلاقي واحد عمره 30 سنة لكن ما بيمارس أي نشاط اجتماعي، ما بيسوي أي حاجة، هتلاقي مثلا واحد في 20 عمره الاجتماعي أعلى منه. صحيح. أيوة. فهي الفكرة أنه كيف إحنا نقدر فعلا نوجه أبنائنا وكيف نقدر نعلمهم يستثمروا هذا الوقت بالشكل الصحيح، أو كيف يقدروا يوازنوا كمان بحيث أنه ما يطغى جانب على جانب آخر. يعني هل معنى ذلك أنه الواحد من فترة الأخرى لابد أنه يضع خطة يضع برنامج؟ في بعضهم يقول صعب أني أنا أضع برنامج مثلا على مدى تقول لي سنة أو تقول لي على 6 شهور، يعني هل ممكن واحد لا ممكن نقدر نبدأ بالتخطيط اليومي حقنا أو اليومي. أيوة التخطيط يعني اليومي. صعب يعني في بعضهم تقول حتى لو قلتي له يعني سألتي عن هذا الشيء ما يقول إيش بكرة عندك ما عارف، يعني أنا يعني هذا الإنسان معرض إنه أي واحد ممكن يجعله ضمن خططه. أيوة. أيوة. جد. إيش عندك خلاص أنا أبغاك نروح سوا. أيوة تمر علي معه. ها إيش أيوة. عندك يلا مر علي ونطلع. لكن هو عنده شيء لا أبدا أنا عندي كذا 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 أنا عندي مشوار كذا عندي صغر. فهذا أنا نقدر الشخص اللي فعلا يقول أنا لا خليني أشوف أنا عندي جدولي عندي برنامجي عندي كذا. أيوة. رائع، تحس أنه فعلا حياته مليانة فعلا وعنده هدف يحققها هذا الإنسان عنده هدف
وهو فعلا جالس بيحقق أهدافه اللي يبغاها، يبغى يوصل للمكان اللي هو حاطها لنفسه. يعني إحنا لو يعني قليل ما حقيقة ما بنخطط مثلا وقت للأسرة، إنه مثلا واحد يكلم واحد ها إيش عندك اليوم، والله من زمان مثلا ما جلست مع أسرتي بروح معاهم، أيوة. أو من زمان ما جلست مع أولادي بأخذهم أو إنه لا معروف إنه هذا اليوم يوم أسرتي يوم، أيوة. خلاص ما يمس يعني أي، حتى لو أحد قال عندنا موعد معين قال أول هذا اليوم مخصص للأسرة. أنا والأسرة، أنا وزوجتي، أنا وأولادي، هذا نطلع فيه وكذا. يا سلام لما يكون هذا يوم فعلا المقدس، وإضافة غيز يعني زيه زي أي شيء آخر، وظيفته وعمله شيء رائع لما يعني خلاص عندنا. هو الإنسان عارف أنه مثلا وقت دوامه 8 ساعات، نعم، عنده الوقت النوم مثلا 7 ل8 ساعات، وفي بقى له عدد أوقات يعني عدد ساعات بسيطة اللي هي 7 ساعات، هذه يستثمرها ويقدر يشوف كيف يقدر يخلي مثلا وقت للأسرة، وقت لنفسه هو، أيوة. فهنا التخطيط يجي. معنى ذلك هل ممكن نقول خلينا نضع أوقات ونجعلها مقدسة؟ يعني مثل ما أنت عندك ساعات الدوام ولا يمكن أحد يعني في وقت دوامك واحد يقول لك إيش رأيك نطلع ولا نروح، يقول لا أنا عندي دوام، لا يمكن. أيوة لا يمكن، أيوة. حتى لازم كلمة لا يمكن ده خليها في الأوقات الثانية، إيش اللي يمنع أنك أنت تعملها بالطريقة هذه؟ إذا خلينا مثلا وقت لكل يوم مثلا، أيوة. وقت مخصص مثلا للرياضة، نمارس نشاط بدني، طبعا هذا راح يعود علينا بالفائدة. إذا خلينا مثلا ساعة مثلا أو نص ساعة، حتى في ناس كمان ما يقدروا نص ساعة، 10 دقائق، ربع ساعة للقراءة، نعم. لأنه أنت تقرأ كتاب فعلا يطورك في مجال عملك، ربع ساعة. يعني حتى في دراسة أنا اطلعت عليها، لو قرأت أنت ربع ساعة فقط في المجال تخصصك، هتلاقي نفسك في الأخير أنه أنت بتسبق أقرانك مرة كتير، نعم. لأنه أنت بتطلع، ممكن هم يكونوا ما بيطلعوا. فهي هذه أنه أنت كيف تقدر تستثمر أوقات. إحنا نستهون في 10 دقائق مثلا، إحنا كنساء نركب السيارة، نعم. فترى مشوار نص ساعة أنت تقدر تقرأي فيه كتاب، صحيح. استثمري ذا الوقت، تقدر تجري فيه اتصالاتك وتنهي أشغالك، نعم. تقدر تطمني فيه على أهلك. يعني الأوقات هذه كيف إحنا بس نفكر فيها وكيف نقدر نستثمرها بالطريقة الصحيحة، وخلاص تقدر تنجزي أشياء كتير، والناس حيستغربوا أنه أنت كيف تقدر تسوي هذا الشيء. صحيح والله فعلا. أذكر المستمعين الكرام بأرقام التواصل هاتفيا على 011-217-8585، وكذلك على الرقم 012-616-1100. كذلك بإمكانكم التواصل معنا عبر الرسائل النصية على STC 85-1040، موبايلي 66-301، وأخيرا في زين 701-3-1-3. وكمان اللي حابين يسمعون عبر الأونلاين على www.alif-fm.com. إذن هو استشعار أهمية قبل كل شيء، أكيد موضوع نستشعر، أيوة، أهمية الوقت بالنسبة لينا إحنا، نعم. بأنه إحنا نقدر نستثمره بالطريقة الصحيحة، أو نفهم أن الوقت هو حياتنا، وأنه إحنا نقدر نحقق فيه أشياء كتير، ونقدر نعلم أولادنا فيه أشياء كتير. أهم حاجة أنه إحنا نفهم، نعم. أهميته، نعم. معانا دحين اتصال هاتفي، طبعا أتمنى أنه يعني الاتصالات تكون في صلب الموضوع قدر الإمكان، وإذا كان في مواضيع أسرية أخرى عاد ما عندها مانع السادة شيء ما في ذلك. نأخذ الاتصال. بدر، حياك الله يا بدر. مرحبا. هلا. يا هلا بدر، تفضل. طيب. الله يحييك، تفضل أخوي. طيب عليكم إن شاء الله. جميعا يا رب. يا ريت توضح صوتك بعيد. عشان الجوال أنا سامعني كذا واضح. أيوة كذا تمام تمام. طريق عامنا عشان لا أخذ مخالفة. طيب. لا لا جنب يا سيدي، أهم شيء سلامتك أول شيء. الله يسلمك. تفضل. أسلم عليكم وبارككم ما طيب عليكم إن شاء الله. تسلم. ونمسكن عليك. الله يعزكم كله، عليكم السلام وطيب. الله يعطيك العافية بدر. مش موضوعكم اليوم. والله أنت أهم شيء إنك مستغل وقتك تمام. الله يعطيك العافية. كان موضوعنا عن الوقت. عن الوقت. أين؟ كلنا في عمل
ما في اي وقت واحد ياخذ ما عندك وقت ها؟ والله ما في وقت. انت كيف تستثمر وقتك يا بدر؟ بس في العمل؟ ما عندك شيء اخر نشاطات تعملها؟ والله اذا الوقت الاخر ما هاي بصراحه فتره المدرسه. كيف مع مين؟ اغلب اوقاتك في العمل؟ زوجتي واولادي. ما شاء الله يعني يا بختهم، يعني انت 8 ساعات عمل و8 ساعات نوم و8 ساعات مع اولادك. اها على مدى العام هكذا يعني. على مدى فترات العمر والحج. اي طيب الله يسلمك، واحنا كذلك تمام انك لقيت وقت انك تكلمنا يعني ما شاء الله عليك. جمعة الله يبارك لك فيهم ان شاء الله. الله يسلمك. يعني وقت فراغك استاذ بدر؟ نعم. يعني وقت فراغك انت بتمضي كيف؟ بمضي مع زوجتي واولادي. حلو جميل. ما بت ما بتمارسوا انشطه ترفيهيه؟ ما ولا انشطه ترفيهيه ولا رياضيه. لا يعني بس كلها في البيت يعني معاهم، ما بتطلع شيء انت؟ ما في شيء لك انت لحالك؟ لا لا نطلع نطلع. اي حلو جميل. الايام هذه البحر زحمه وما ينفع. ايوه طيب شكرا لك يا بدر، اسعدتنا باتصالك. معنا اتصال اخر. نوره السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الاخت نوره. يمكن اكلم استاذه؟ اي تفضلي معك استاذه شيماء. عادي أنا موضوع اليوم غير عن موضوعكم. عادي ايه تفضلي. تفضلي. ايش اسمه؟ أنا كذا عندي مشكلة. ألو. ايه تفضلي يعني نسمعك نورة. ايه استاذ أنا عندي مشكلة في البيت مع أهلي شوية وما من عارف ايش أبدأ. ألو. أيوة طيب بتحبي أن تكلميها فيما بعد يعني ناخذ خلاص يعني ممكن إحنا ناخذ رقمك وهي تتواصل معك إن شاء الله، وممكن عن طريق مواقع التواصل عادي ممكن... موجودة في كل أيوة. في تويتر إذا... في... هي في تويتر موجودة، اكتبي شيماء جيلاني وهي تقدر تتواصلي معها على طول إذا كان الأمر خاص. شكرا نورة. طبعا حنطلع فاصل مستمعينا، أذكركم قبلها بأرقام تواصلنا هاتفيا على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. رح ناخذ اتصالاتكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. جمعت جمعة حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا اتصال هاتفي. احمد. احمد الاستاذ احمد. يا هلا استاذ احمد. الهوا ما شاء الله. انت على الهوا طاير معنا، تفضل. مسي مسيكم مسي المستمعين ومسي الاستاذ شيماء. الله يحييك. بما انه موضوعكم عن الوقت انا صراحه حبيت اني اشارك. اي تفضل. انا اقول صراحه كلمتين بس. احنا بدون وقت ولا شيء. الإنسان عندما ما قال يرتب وقته بالشكل الصحيح. نعم. حيبدأ حياته بالشكل الصحيح. الوقت كالسيف، أنا طرت في بالي أنا ما قال حاجة واللي هي رئيس الصين عند عهد الملك فيصل الله يرحمه، أهدأ الملك فيصل ساعة. نعم. فأهدأ الملك فيصل سيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. نعم. فأنا أتمنى لكم جمعة مباركة وحلينا عليك يا رب. شكرا شكرا لك يا أحمد. لكم الأول. الله يسعدك. مع السلامة. يا هلا. كانت مشاركة المتصلين. بدر طبعا من الناس اللي يمكن يمثلوا عدد كبير من، ما أدري هل هي ضبابية في عدم معرفة الوقت، ما عندنا وقت، في كذا هالة، في تضخيم يعني. طب انت ايش دوامك؟ 8؟ لا والله 10 ساعات. 14 ساعة دي تعتبر حاجة ما ادري هي خارج مفهوم الوقت. ايوه لا هي الفكرة انه طبعا هذه احنا ما نلوم يعني في شريحة كبيرة كذا لانه أيوة. احنا ما نلومهم لانه
هذه فكرة المجتمع ترى الأغلب. أيوة يعني نعم، ما نقول الكل، لأنه لا، في ناس ما شاء الله تبارك الله، وأنا أعرف شخصيات كثير بيستثمروا وقتهم بشكل ما شاء الله تبارك الله، أنت تتفاجأ أنه كيف هم يقدروا ينجزوا هذه الأشياء كلها. أيوة. في الوقت هذا. صحيح. وقتهم زينا فعلا. فحقيقي هي بس كفكر، أنت كيف تعدل فكرك وتخليه يعني كهدف ليك أني أنا أستثمره بالطريقة الصحيحة وبالشكل الصحيح اللي يعود علي بالفائدة وبينمي قدراتي ومواهبي. أهم حاجة دائما فعلا بنقول بنسمع أنه إيش، أنه إحنا ما عندنا وقت، طب أحضروا دورة تدريب، ما في وقت. نعم. طيب وبعدين تلاقيهم جالسين على مثلا برامج التواصل الاجتماعي، جالسين على التلفزيون. صحيح. إحنا يمكن نشوف أنه ما لها أهمية إحنا من نظرتنا مثلا، لكن هم من نظرتهم يمكن بتمثلهم فعلا نشاط ترويحي وفعلا هم بيستمتعوا به. لكن زي ما قلت أنه هي شغلة فكر، أني أنا كيف أقدر أعرف أهمية هذا الوقت وكيف أقدر أستثمره، وبتختلف من شخص لآخر وبتختلف من مجتمع لمجتمع وبتختلف من ثقافة لثقافة. فالشيء اللي احنا نشوفه ممكن صح عند الناس ممكن يكون مش صحيح، مو صحيح فعلا. أيوة. والشيء اللي احنا بنشوفه غلط ممكن يكون شيء عادي وطبيعي عند مجتمعات تانية. نعم. معنا عبد الرحمن. قطع لين ما يرجع لنا عبد الرحمن مرة ثانية. الله يعطينا الخير برضو أخونا أستاذ أحمد، يعني لتأكيد على هذا الموضوع بشكل كبير جدا. فعشان كذا الإنسان لازم يوازن بين نعم. وقت فراغه وقت راحته ووقت عمله. حنلاقي إنه الناس اللي عندهم أوقات عمل طويلة حقيقي بيعانوا من ضغوطات، هتلاقيهم سريعين الانفعال، بيغضبوا من أشياء بسيطة، بيتوتروا بسرعة، ما بيركزوا. ليش؟ لأنه طول وقتهم في الشغل وما بياخدوا الراحة حقتهم الكافية، وحتى لو أخدوها هتلاقي أنه مثلا وقت العيلة ناقص، وقت الترفيه عندهم ناقص، هتلاقي أنه وقت أبنائهم ناقص طبعا، ويجوا يشتكوا، الأسرة بتشتكي، فهذا بيمثل برضو ضغط عليهم. نعم. هما بيحاولوا أنهم يوازنوا لكن ما حيقدروا يوصلوا للمعادلة هذه إلا إذا قدروا فعلا يستثمروا كل ثانية وكل لحظة وقتهم. جميل جدا. معنا اتصال هاتفي. حسان، حياك الله حسان. استاذ عادل كيف الحال؟ الحمد لله بخير، حياكم على هذا البرنامج ان شاء الله يوفقكم يا رب جميعا يا رب. تفضل حسان. انا حبيت اشارك بس الجمهور دائما الواحد يخلي كلمة انجاز في نصب عينه. نعم. يعني انجز، تبغى تستمتع انجز، تبغى تشتغل انجز، حتى وقت النوم ونام بدري وتصحى مثلا بدري قول هذا انجاز. تصدقني الانسان دائما لما نهاية اليوم يكون مليء بالانجازات، الوقت لعب، وقت دراسة، وقت عمل، هيلاقي السعادة قدامه. والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. تسلم حسان، كلام جدا جميل. نعم نعم، الاستغلال في الإنجاز هي سعادة في حد ذاتها. هو قصده تخطيط، يعني أنا فعلا أخطط لهذا اليوم، يعني يومي أنا مثلا صحيت الصباح خلاص أنا حروح دوامي، لما أرجع من دوامي أكون مخططة إيش مسوية، إيش النشاطات، إيش الأشياء، متى أنام، متى أصحى، يعني كل حاجة مخطط ليها بحيث أنه ما يضيعوا لي شيء. طبعا إحنا في الأخير بشر، إحنا ما رح نقول أنه إحنا كاملين ونقدر فعلا نستثمر كل لحظة وكل ثانية، لكن نحاول عشان نقدر نسوي الشيء المطلوب مننا. جميل. يظن البعض أنه وقت الفراغ هذا للناس اللي ما لهم ارتباطات، يا إما إنسان متقاعد، يا إما إنسان في إجازة، أو والله الناس اللي يعتبروا يشوفهم أطفال لسه ما ارتبطوا في حياة مسؤولية، وإنه والله عنده شغلات، يقول هذول اللي ممكن يكون عندهم فراغ. أما إحنا الناس اللي هم يعتبروا موظفين ويلا يدوب يلقى الوقت، كلمة موظفين ويلا يدوب يلقى الوقت هذه هي اللي صارت قاتلة. أيوة. قاتل يعني هو أنهى نفسه. صحيح. إيه؟ أنت كموظف عندك مثلا حيكون عندك ساعات ما فاضي. نعم. فيها حر فيها. صحيح. خلي جزء منها للأسرة وخلي جزء منها شيء يعود عليك بفايدة. نعم. في أجزاء حتى يعني زي ما ذكرتي الروح في حد ذاتها إلى مثلا الدوام أو العمل ممكن نستغلها، حتى لو كان واحد بيسوق سيارته ممكن يسمع شيء، يمكن كتاب. صحيح. مسموع، أو يعني فكله من اليوتيوب مثلا بعض المقاطع المفيدة اللي ممكن تثري
يعني خاصة أن اللي يكون عندهم خطوط طويلة. أيوة. يقدر يشغل مثلا كتاب يقرأه مثلا ساعتين يستمع لي، وفعلا حيلاقي نفسه في الأخير فكره تطور، وعيه زاد. نعم. فهي كيف بس أنه إحنا كيف تفكيره، هو هذا فعدي عادة التفكير. إيمان، مرحبا إيمان. أيوة أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، تفضلي أختي. كيفكم؟ أشكركم على البرنامج وعلى اختيار موضوع البرنامج، مرة حلو مناسب جدا للترفيه اللي إحنا إن شاء الله مقبلين عليه على خير. نعم. بس بالنسبة للترفيه الشخصي أو الأشياء الوقت اللي أنا قد استغلها، يعني إحنا بنعاني مشكلة كبيرة في الحدائق العامة. يعني المفروض عندنا في كل حي في حديقة عامة وفيها أدوات رياضة وأشياء، يعني حاجة رياضة. نعم. للحريم وللرجال أو عموما، يعني دحين صار الوضع عادي، يعني الإنسان باحترامه وبأدبه ممكن يمارس رياضته. صحيح. سواء الرجل والمرأة، بس للأسف ما بيتوفر عندنا حدائق. يعني إحنا بالمدينة عندنا كم حديقة فقط، يمكن 2-3 حدائق فقط هي اللي فيها إيش السبورت، يعني فيها ماشين حق الرياضة. فياريت المسؤولين يعني يوفرون لنا الحدائق بكل ما فيها من ترفيه، من رياضة بسيطة، أشياء بسيطة جدا بس فعلا تعبر عن راحة الإنسان. عموما ممكن لو يقرأ كتاب في الحديقة تكون حديقة موفرة، كراسي موفقة، عشب موفقة، جو حلو فعلا يغير. نعم صحيح. فياريت هذا يدخل في الترفيه واستغلال الوقت، لأن الواحد فعلا ياخذ وقت الجمعة زي اليوم الجمعة ممكن نروح نقضي الوقت هذا في منه رياضة ومنه ترفيه، من واحد يقعد يقرأ كتاب واحد يسوي رياضة. نعم. بس ياريت انهم ان شاء الله يلتفتوا لهذه الفكرة وينفذوها في كل مدن المملكة، وان شاء الله الجميع يستغل وقته بشيء نافع بإذن الله. أشكرك إيمان، وان شاء الله هذه الرسالة واصلة. الله يسلمك. الله يسلمك، شكرا. نعم. قالت إيمان حاجة حلوة. نعم. انه مثلا واحد يسوي رياضه، الثاني يقرا كتاب، الثالث يمشي. فهي هذه بحيث انه تكون شامله لكل افراد الاسره، كل افراد الاسره يقدروا يكونوا في مكان واحد وفي نفس الوقت بيمارسوا الانشطه اللي هم يحبوها. نعم. كل واحد ويبغوها طبعا. ترى يعني توجه الدوله الان للترفيه واضح جدا. نعم. تطوير المرافق العامه كثير تطورت حقيقي، احنا عندنا هنا في جده وتوفر أشياء كثير لينا خاصة الكورنيش الجديد، وتطوير حتى أسلوب الحياة. أكيد. يعني عند المواطن والمقيم في هذا البلد، بحيث أنه من ناحية الصحية هناك برامج بتقام كذلك رياضية توعوية. مختلفة. أيوة. وتوعوية وترفيهية وليس شيء معين، وإن شاء الله في إقبال بذلك. وكون إيمان تحدثت أنه لابد من إيجاد، بالتأكيد طبعا هذا يتوافق، هذا الشيء اللي نطمح لي بإذن الله أنه يكون موجود، لكن أيوة. ما ننكر أنه فيه موجود. نعم. هو الآن، لكن نحن نطمح لشيء أعلى وشيء أجمل. الله يسلمك. أنا أشكرك أستاذة شيماء حقيقة على الحديث في الموضوع هذا المهم جدا اللي نحتاجه، خاصة مقبلين على الأيام القادمة إجازة. إنه نخطط من الآن الإجازة بصراحة، وإذا ما استعدينا راح على قولهم الأمهات والآباء يشدوا شعورهم ويقولوا يا ريت الأيام المدرسة تستمر. هذا هو والسبب، لأنه في أيام المدرسة في برنامج موجود. أكيد. وعدم وجوده منظم. صحيح. وتنظيم الوقت هو راحة للكل. أيوة. وفي تحس الواحد مستطعم حياته، عارف أنا قايم ليش ورايح ليش وش بسوي. هذه هي متعة التخطيط. نعم. عشان كذا احنا من هذا المنبر نقول للأمهات والآباء، خططوا لإجازة أولادكم. نعم. استثمروا أوقاتهم بالشكل الصحيح اللي يرجع عليهم بالفائدة، بيطور مهاراتهم وقدراتهم، لا تخلوا وقتهم كذا يضيف النوم والأكل والشرب. نعم. وبالتالي هذا طبعا النداء والنصيحة لهم بداية أولا وآخرا. أكيد. لأنه حينعكس عليهم. أكيد. على أبنائهم. أشكر الأستاذة شيماء جيلاني وهي استشارة العلاقات الأسرية، وأشكركم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمشاركة. تحية مني أنا عادل برباع من كنترول، الزميل إبراهيم عكيري، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.